هنتكلم النهارده على قول يا ابني عايز ايه؟ خلاص بقى مش هقول اكتر من كده، مش هقول اكتر من كده. احنا هنتكلم على البريميكسد فليم. ايه كلمه بريميكسد فليم؟ الفليم او اللهب او النار ليها تصنيفات كتير، ليها تصنيفات كتير. اهمها او اللي احنا يعني هنركز عليه في شغلنا تصنيف اللهب الى بريميكسد فليم وديفيوجن فليم. ايه الفرق بين الاثنين؟ انا دلوقتي عشان اعمل لهب او اعمل عمليه احتراق لازم يكون عندي حاجتين، ايه هما؟ هو وقود مؤكسد ووقود، لازم يكون عندي الاثنين دول. ايه عمليه الاحتراق اللي هتتم بين الاثنين دول ليها حالتين، حالتين عمتين كده. ايه يا اما يكون الاثنين مخلوطين مسبقا خلط مسبق بريميكسد، خلطوا قبل كده وبعدين هولع فيهم، يعني اديهم الشراره اللي تولعهم هم مخلوطين اصلا جاهزين للاشتعال مستعدين للاشتعال، ده اسمه بريميكسد فليم. اللهب اللي هيتولد عن الحاله دي اسمه بريميكسد فليم. تمام؟ ايه الديفيوجن فليم بقى؟ الديفيوجن فليم لما يكون كل واحد في حاله، الوقود مستقل بذاته والمؤكسد مستقل بذاته، والحرق هيتم اثناء الديفيوجن. ايه الديفيوجن ده؟ ماسك اوريدي فاكرين؟ ديفيوجن انتشار جزيئات ماده داخل ماده ثانيه، فجزيئات الوقود بتنتشر جوه جزيئات المؤكسد او العكس، يعني بتنتشر جوه بعض. اثناء الانتشار بيحصل الاحتراق، ده اللي اسمه الديفيوجن فليم. احنا النهارده هنتكلم على البريميكسد والحاجات اللي فيه تهمنا فيه في الشطر واللامينر بس، مش هنتكلم على كل ما يتعلق باللامينر. والديفيوجن المره الجايه ان شاء الله، وهيوضح معانا المره الجايه قوي الفرق بين الاثنين. ويعتبر البابين دول او المعلومه اللي هتاخدها من البابين دول اهم حاجه في المنهج كله، حاجه كده قريبه للواقع شويه، او تقدر لما تشوف نار بعد كده تفتكر الماده دي. ايه الفرق او امثله كده مثلا سريعا المره الجايه ان شاء الله ناكد عن الكلام ده، امثله على موضوع البريميكسد والديفيوجن. حد يضرب كده مثال بريميكسد مثلا؟ ده ايه؟ السبارك اجنيشن. السبارك اجنيشن ممكن يكون بريميكسد، هل ممكن يكون ديفيوجن؟ الجازولين ده السبارك اجنيشن، ما هو الجازولين ديزل. الديزل بريميكسد، الديزل بريميكسد ولا ديفيوجن؟ ديفيوجن على طول من غير سبارك. بصوا احنا عندنا ديزل انجن او كومبريشن اجنيشن انجن هو نفس الحاجه، ديزل هو كومبريشن انجن. عندنا السبارك اجنيشن او الجازولين انجن او البترول انجن او ايا كان المسمى بتاعه، فده شغال بسبارك، ده بريميكس. السبارك اجنيشن بريميكس، الديزل انجن او كومبريشن اجنيشن ديفيوجن. دايما ولا في حالات تتغير؟ في انواع لا يعني الاثنين دول. السبارك هل دايما السبارك اجنيشن بريميكس؟ دايما. دايما؟ تقريبا. ماشي. طيب. لان في ساعات ساعات حاجه ثانيه؟ مواتير مثلا برشحها. هو مش هيشتعل اساسا لو بالظبط كده. لازم السبارك اجنيشن يكون بريميكس، لازم. ليه؟ انت هتعمل سبارك، السبارك ده هتولع مين؟ صح. الخليط المستعد للشعر. الخليط المستعد للشعر، كلمه مستعد للشعر ده هنوضحها كمان شويه. تمام؟ فاي محرك سبارك اجنيشن لازم يكون اللاب بتاعه لازم يكون بريميكس. طيب الديفيوجن الديزل انجن هل لازم يكون ديفيوجن؟ لازم يكون ديفيوجن. طب ممكن اعمله بريميكس؟ ممكن اعمله بس يعني تبقى في الحاله دي تبقى قنبله مش انجن. ليه؟ هنعرف المره الجايه توضح اكتر يعني. تمام؟ بس دايما السبارك اجنيشن بيكون بريميكس ودايما الديزل انجن بيكون ديفيوجن. ايه الفرق؟ دلوقتي السبارك اجنيشن ده عمليه حرق الوقود او ادخال الوقود يا اما كربراتير، ده تبقى حاجه ولسه موجوده على فكره في بعض التطبيقات. كربراتير ده بيعمل ايه؟ بيخلط الهواء بالوقود او بيرصد الوقود بحيث يتخلط مع الهواء قبل ما يدخل الاسطوانات اصلا. تمام كده؟ فانت كده ضامن ان انت على ما تعمل سبارك يكون الوقود يتخرب مع الهواء. ده بريميكس. تمام كده؟ او يكون انجكشن، والانجكشن ليه ثلاث انواع. يا اما يكون سلوت البادي انجكشن عند الدخل بالظبط بتاع الانتيك مانيفولد مره واحده بس. او مالتي بوينت انجكشن، انا بحقن عند كل قبل كل اسطوانه. تمام كده؟ ففي الحالتين دول انا بحقن قبل ما يدخل الاسطوانه اصلا، فبرضه الوقود بيتبخر ويتخرط مع الهواء قبل ما ابدا عمليه الاحتراق، فده برضه بريميكس. يا اما يكون جازولين دايركت انجكشن. الدايركت انجكشن ده المفروض خاص بالايه؟ الديزل. الدايركت انجكشن ده بيكون في الديزل. طب لو جينا نعمله في السبارك اجنيشن بميزه شويه، ما بقولش عليه دايركت انجكشن بس كده، بقول الجازولين دايركت انجكشن. لان كلمه دايركت انجكشن الدماغ على طول تروح للايه؟ للديزل انجن او كومبريشن اجنيشن. تمام؟ انما لما اجي اعمل دايركت انجكشن في السبارك اجنيشن لازم اميزه شويه اقول ان هو الجازولين دايركت انجكشن. تمام؟ طب ده بيحصل ازاي؟ ان انا بحقن
يا اما اثناء عمليه السحب يا اما بعد الانتيك. يعني بعد عملت انتيك ولسه هبدا اضغط في بدايه الكومبريشن بقى اعمل عمليه الانجكشن ده. المهم ان انا بحقن برضه قبل عمليه الاحتراق على ما اجي احرق يكون حصل خلط فبيكون عنده برضه برميسيف. فدايما دايما سبارك اجنيشن بيكون برميسيف. تمام كده؟ طيب الديفيوجن بقى اللي هو الديزل انجن. الديزل انجن بيحصل في ايه؟ بيعتمد على ايه في اشتعاله الديزل انجن؟ اللي هو الاوتو اجنيشن اللي هو بيشتعل ان هو انا اضغط لحد ما اوصل لدرجه حراره الاشعاع الذاتي فيولع يولع لوحده. من كده؟ طب ايه المشكله اللي لما اعمله بريميكسد؟ ليه بعمله ليه لازم اخليه ديفيوجن؟ طب لحظه بس اوضح يعني ايه بعمله ديفيوجن؟ الديزل ما بحقنش وقود خالص الا لما اجي اولع. بمعنى بسحب هواء بس من غير وقود واضغط هواء بس من غير وقود ولما اجي اولع الاشتعال اصلا بيتم اثناء الحرق. يعني احقن بقى وقود هو ده عمليه الاحتراق بتتم اثناء عمليه الحرق. الخط بين كده فالوقود خارج يترصص وهو بيتخلط مع الهواء وهو بيحصل له ديفيوجن مع الهواء بيولعه مع بعض. كده فده اسمه ديفيوجن فليم. طب ليه الديزل انجن بنعمل فيه كده؟ ليه لازم ما احقنش لما اجي اولع؟ ما ينفعش احقن قبلها لانه لو حرقت قبلها هيبقى عندي بريميكسد فليم. من كده؟ طيب المشكله بقى لما يجي يحصل اوتو اجنيشن كفاءة هتقل معايا لما شويه لحد هو يتكلم ولا لو في حد تدفع ممكن لما الضغط يوصل لضغط الاشعاع عندي دي حاجه ثانيه. يعني ممكن حاجه اسمها النوكينج او الصفحه او الدق اللي هو ايه يكبر او يكركر او يحصل له صفحه او دق او نوكينج ايا كان اللي هو يحصل اشتعال قبل ميعاد قبل ما يوصل اللي هو المكبس طالع والاحتراق حصل هنقول جهاز الاشتعال فيوصل بشكل ما او في نقطه ما توصل درجه حراره الاوتو اجنيشن فيولع ويولع بقيه الخليط بقى. تمام كده؟ والمكبس طالع لما الاحتراق يحصل والمكبس طالع لسه قبل ما يوصل للنقطه المفروض يحصل الاحتراق عندها الاحتراق ده هيعمل ايه؟ ضغط كبير فيعمل ايه في المكبس؟ عايز ينزله المكبس اصلا عايز يطلع ففي حاجه هتتكسر يعني او لو مع الوقت في حاجه هتتكسر يا اما بقى الكونكتنج رود يا اما كرانك شافت اي حاجه هيحصل مشكله. تمام كده؟ اقل خالص ان هو يحصل موضوع النوكينج ده كركره او حاجه او تخبيط او خبط في الاحتراق دي ده ابسط المشاكل. المشكله العظمى بقى ان لو حصل احتراق اوتو اجنيشن سيلف اجنيشن للخليط الخليط اللي هو بريميكسد ده مش احتراق في محرك لا ده قنبله ده انفجار ده اكسبلوجن. ليه؟ هو ايه الفرق بين السبارك والديزل؟ انا عندي دلوقتي السبارك اهو عندي ده قابل للاشعاع خليط قابل للاشعاع بعمل سبارك بعمل شراره الشراره دي بتولد لهب اللهب بينتشر يضغط بقى على المكبس بشكل تدريجي الضغط عمال يزيد بشكل تدريجي ويضغط على بيزق المكبس واحده واحده كده. تمام؟ طيب لو جينا نعمل نفس الكلام بس انت بتنتشر لبره اه بتنتشر بشكل لا انا بتكلم على دي هتبقى لحظه بس مفيش سبارك ده كومبريشن اجنيشن فانا معتمد عليه ان هو يولع لوحده لو هو بيرميكسد لو ده خليط بيرميكسد كده ومشتعل اول ما يوصل للاوتو اجنيشن الاحتراق هيبدا منين؟ من النقطه نقطه مين؟ في كل حته وبشكل غير متوقع من كده وبشكل عشوائي فيحصل ايه؟ يتولد ضغط مره واحده خبطه مره واحده كده على المكبس من كده يقدر تكسر اي حاجه برضه ممكن تعمل اكسبلوجن حاجه تنفجر او يحصل اي مشكله من كده. فبنعمله ازاي؟ الديزل انجن ما بنعملوش بريمكس بنعمله ديفيوجن اللي هو ايه الديفيوجن ده؟ عندي هواء بس الوقود بدخله ازاي؟ عندي انجكشن اللي هو دايركت انجكشن بقى من كده؟ انا دلوقتي ضغطت الهواء لحد ما وصل لدرجه حراره الاشتعال الذاتي مع الوقود مش الاشتعال الذاتي الهواء لوحده لا هو مع الوقود لو وصل درجه الحراره دي يولعوا مع بعض. تمام؟ فلما احقن الوقود بحقنه برضه بياخد وقت على ما يتحقق يعني وعلى ما يترزز ويتبخر ويتخلط. تمام كده؟ فالوقتي اللي انا بحقنه ده هيحصل لهب واللهب هيبقى موجود فين؟ هنا ويفضل ايه؟ ينتشر ويشتغل يعني يحصل على مراحل يحصل بالتدريج فعمليه الاحتراق هتتم على فتره تزوق المكبس واحده واحده مش تحصل مره واحده. وصل الفكره ولا ايه؟ فلازم اي محرك سبارك اجنيشن لازم يكون بريميكس واي محرك كومبريشن اجنيشن لازم يكون ديفيوجن لازم. هو مش بس انا كنت اشتغلت في الموضوع ده كان بيقول لي ان الديزل اصلا هو بيتفرز هو مش يعني هو مش هيتخلط بالهواء بسرعه يعني هو هيبقى عايز وقت عشان يتخلط بالهواء فما ينفعش اصلا اعمله ان هو بريميكس اصلا ما ينفعش اخلطه الاول بعدين احرقه هو مش هيتخلص اصلا مش هيتخلط على طول لكن الجازولين بيتخلط على طول يعني بتنتشر بسرعه وسط الهواء يعني هي دي نقطه ثانيه في خصائص الديزل انا قصدي ان هو ما ينفعش يخلي
الديزل اصلا يعني ما ينفعش احرق الديزل ما ينفعش اعمل الموضوع ده في الديزل اصلا لا ينفع ازاي ينفع ينفع تحرق الديزل والديزل يتبخر ويتخلط بالهواء وتعمله بريميكس فري ينفع مش هو اصلا بس كفاءه الاحتراق مش تبقى زي كفاءه الجازولين دي خصائص ودي خصائص دي قصه بقى دخلنا تاني من الفرق بين الجازولين والديزل وحاجه ثانيه كمان قصه بقى ثاني ان انا احط الديزل مكان في السبارك انيشن او احط الجازولين في الكومبريشن دي قصه ثانيه بص ماليش دعوه خالص ممكن يبقى ندرس فيها في الات الاحتراق الداخلي لما ندخل الترم الجاي الترم الجاي طبعا هندخل هناخد الجرام ده بالتفصيل اكتر ممكن ندخل في النقطه الازمنه بالكامل فيها دي بس احنا بنقول فكره بس فرق بين البريميكس فريم والديفيوجن فريم اهميته دي حاجه كده مرتبطه شويه بالوقت شويه استاذ من امثله برده الديفيوجن الديفيوجن احتراق عشان بيكون موجود احتراق اي وقود صلب اي وقود سائل هو سائل يعني بخر عمال يتبخر ويتحرق اثناء تبخيره اي وقود صلب زي الخشب الشمعه اي لو في عندي وقود سائل وعمال يتبخر ويتحرق في نفس الوقت كل ده ديفيوجن ليه لان الهواء مستقل بذاته الهواء مستقل بذاته الاحتراق بيتم اثناء انتشار الهواء او خلطهم ببعض تمام كده ده ديفيوجن البريميكس من اشهر الامثله ليه البوتاجاز اللي في البيت البوتاجاز اللي في البيت بريميكس بريميكس ازاي هو اللي خارج من الشعر عندي شعلة النار خارج منها لهب كده اللي عامل اللهب ده اللي خارج يعمله اللي خارج كذا ايه لسان وحاجه بص الوقود اللي جاي دوت مالوش وقود تمام كده اللي خارج ده وقود بس ولا معاه هواء معاه هواء جه منين الهواء ده انت تحت فين ده في هواء بره مش ده اللي اقصده وهو خارج قبل ما يخرج للهواء اللي بره خارج بس تحت العمود ده اللي هو فين بالظبط ده بتاع الكوشه الخط مش بيتم جوه البوتاجاز لا الكوشه نفسها قبل ما يطلع بيحصل ان هو بيسحب معاه شويه هواء ويطلع بيه لو جيت شيل شيل الكوشه روح روح النهارده شيل الكوشه وكل حاجه بتاعت البوتاجاز افتحها كده هتلاقي عامل الشكل ده كده في هنا الفونيا اللي بتطلع وقود بس يعني فتحه كده صغيره توب صغير خالص كده ده اللي بيطلع وقود بس تمام كده بيحصل هنا بقى هتلاقي الكوشه دي عندها فيها ايه يعني في فتحه من هنا كده وفتحه من هنا فتحات جانبيه تمام كده فالوقود ده هو خارج هتلاقي يعني في مرحلتين كده فوق بعض الوقود ده هو خارج بالاندفاع بتاعه الضغط هنا بيبقى قليل فالهواء هنا بيعمل لي في هواء بيدخل كده بالظبط كده حاجه زي سكشن كده يتخلطوا مع بعض ويخرج يديني البريميكسد فليم ده تمام كده يا شباب فالبوتاجاز اللي عندنا في البيت يعتبر اللاب بتاعه يعتبر برضه بريميكس الكلام ده هيوضح اكتر معانا السيشن الجاي ان شاء الله تمام كده وضح شويه اللاب ده بيبقى في فتره كده بيبقى بيطلع عادي بس ما بتحرقش بعد كده بيظهر النار يعني في فتره وهو طالع هي حته فاضيه كده بالظبط هواء يعني منطقه ما فيهاش حرق اساسا بعد كده الفليم بيظهر يعني في اي مثال في على البوتاجاز عادي يعني على البوتاجاز اول حاجه لو علينا النار قوي يحصل ايوه بالظبط ده لما يحصل لما ازود الفلوريت قوي بيحصل حاجه اسمها ريفت اوف اتكلم عليها في الكلاسيك المره الجايه هنعيد الكلام ده بس طبعا بعد ما يعني لما اجي اقول المره الجايه هتكون انت شفت العين بتاعت البوتاجاز عايز تروح البيت شيل البوتاجاز شيل الكوشه وبص بص الميكانيزم عامل ازاي وتشوف اللي هو خارج كده الهواء يدخل منين عايز تتخيل الموضوع فانا ما اجي اتكلم المره الجايه الموضوع يبقى اوضح يا شباب صوت هنزل النهارده البري ميكسد فليم تعال ما نشوف هندرسه ازاي وايه الموضوع اللي احنا دلوقتي تخيل ان احنا عندنا ماسوره كده بومه ايا كان طولها فيها خليط قابل للاشتعال مستعد للاشتعال خليط من الوقود والهبل تمام كده الوقود ده او الخليط ده لو جبت شراره جبت ولاعه ولعت عملت شراره كده وهيحصل هنا لهب هيحصل هنا النار دي خلاص وشلت الولاعه النار دي هتعمل ايه؟ من نفسها هتعمل ايه؟ هتمشي تاكل بقيه المتفاعلات ده بقيه الخليط ده هتمشي في هيئه لهب بالشكل ده ليه سمك هو مش ثابت بس احنا هنعتبره للتبسيط سمك ثابت اسمه دلتا الفليم سيكنس الناس الدلتا الفليم سيكنس سمك اللهب هو اللهب ده ماشي ياكل بقيه الخليط بقيه المتفاعلات دي تمام كده ويساب وراه نواتج احترقت تمام فهو ماشي بسرعه اسمها اس
اللامينار في الام اس بي لامينار احنا كده مش لامينار بس مش كده خالص على التربه ورايح لمتفاعلات لسه عاديه خالص متفاعلات عاديه درجه حرارتها عاديه جدا ما حصلهاش اي حاجه درجه حرارتها اسمها تي امبرن الحاجات اللي ما اتحرقتش ها وسبب وراها نواتج احتراق بدرجه حراره اللي هي ناتجه عن الاحتراق اللي هي تي برن تمام لو ما اداليش في المساله تي امبرن ما قاليش هي بكام المتفاعلات اللي انا بتكلم عليها خد درجه حراره عاديه اللي هي 298 او 300 للتوسيط يعني او 298 للرياحه كده التي برنت اللي هي درجه حراره نرجع للاحتراق في اي حاجه ما جابهالكش خدها في الاديباتيك بتاعك درجه حراره ناتج الاحتراق عمليه الاحتراق وحصل ناتج الاحتراق ده المفروض درجه حراره اقصى قيمه المفروض توصل ليها كام التي اديباتيك المفروض اللي فيه وصل اهملها واعتبر ان التي برنت دي هي التي اديباتيك يا شباب الا لو هو قال في مساله بقيمتها قد ايه تمام طيب المفروض ان احنا نقعد بقى ندرس الكلام ده ونحلل في اثبات عندك في الكتاب ونطلع بقى الاس ال والدلتا دول عاملين ازاي ولكن الاس ال بيساوي سالب 2 الفا في 1 زائد نيو في ام دوت تريبل داش افريج للفول على الرو امبرنت لكل اس نص السكنس الفريم سكنس بيساوي 2 الفا على اس ال الحاجات اللي قدامنا دي اس ال دي اللي هي سرعه اللهب سرعه انتشار اللهب اي لهب ماشي في الديفيوجن فيلم ليه سرعه اسمها اس ده اللي هو دم تمام كده بيساوي الالفا اللي هي الثيرمال ديفيزيبل اللي هو تعرفها كي على رو سي بي النيو دي اللي هي الاير تو فور ريشيو ستوكيومتري الاير تو فور ريشيو ستوكيومتري اللي هو كام كيلو جرام من الاير محتاجه عشان احرق ال 1 كيلو جرام من الفيول الحرق كده ال 1 زائد في ده بيمثل ايه يا شباب؟ اكسس احنا قلنا كتله ايه بقى؟ كتله الخليط اللي بيحتوي على 1 كيلو جرام من الفيول مش احنا قلنا الاير تو فور ريشيو ده عباره عن ايه؟ كام كيلو جرام من الاير محتاج احرق بيه 1 كيلو جرام من الفيول فالخليط ده اللي هو السيكومتريك ده عباره عن 1 كيلو جرام فيول وكام كيلو جرام اير؟ اير تو فور ريشيو مجموعهم ده بتاع المشكله اوكي يا شباب؟ اضرب لما دوت تريبل داش اف افريج اللي هو الرياكشن ريت الماس رياكشن ريت الافريج للفيول فاكرين ايه دبل داش؟ كانت ايه؟ فلوكس كيلو جرام لكل كيلو جرام لكل اريا لكل متر تربيع سالب لما تبقى ده تريبل داش بقى تبقى لكل ايه بقى؟ لكل متر تكيف سالب بالظبط يا فلو ريت لوحده الحجم بالظبط كده هو ده مش فلو ريت ده اكشن ريت او معدل تولد او طرد الرو امبرمنت اللي هي كثافه الخليط الامبرمنت تمام كده يا شباب؟ الدلتا اللي هي السكنس بتساوي 2 في الالفا سيمتري على الاس ال اللي هي السرعه تعال نشوف هنحسب المسألة ازاي او هنتعامل مع المسألة ازاي هو طبعا المسألة في الكتاب مثال مش لازم بقى مثال اكزامبل 5-1 في صفحة 145 حليتها كذا مرة ما عادش احفظ فيها قبل ما اجي فمن كتر ما حليتها احفظها كذا مرة بس مش كلها يعني مديك بقول لك ايه ان الدي بتاع السي 3 اتش 8 ويدي تي يساوي سالب رقم 8.6 و10 اس 11 اكسبوننشال اس سالب 15098 على تي في التركيز بتاع السي 3 اتش 8 اس 1 من عقل دي هتعرف الوقت التركيز بتاع الاو 2 اس 1 و25 صح غلط بقى مش مشكله ده مش قانون حفظ ده معطف المساله جايب لك مساله وبيقول لك احسب لي الاس ال الفريم سبيد واحسب السكنس هو ماشي في المساله بتاعت الكتاب احسب السكنس بس يعني في الغالب في الامتحان بيقول لك احسب السكنس معدل التفاعل او معدل نقصان تركيز الفول دي حاجه كده شبه فاكرين الشابتر بتاع الشابتر 1 كان في حاجه زي كده اللي هو جلوبال رياكشن تمام كده بيساوي سالب رقم دايما بيساوي سالب رقم في اكسبوننشال اس سالب رقم على تي
في تركيز اس رقم في تركيز اس رقم، تركيز الفوق اس رقم في تركيز الاوكسيدايزر اس رقم. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف هنتعامل مع الموضوع ده ازاي. واحده واحده كده. اول حاجه هنحسبها هي الام دوت تريبل داش. نسيب حاجات ثانيه، خلينا في الام دوت تريبل داش. اول مرحله في حل المساله. ركز معايا واحده واحده كده عشان في يعني شويه اختلافات في المساله كده وشويه لخبطه، فعايزين نمشي واحده واحده في المساله. اول حاجه هنحسبها اللي هي الام دوت تريبل داش للافرج الفول بتساوي حسب ضرب المولكولار ويت بتاع الفول في الاوميجا بتاع الفول. الاوميجا بتاع الفول اللي هو الريكشن ريت اللي هو ده اللي هي الدي كونسنتريشن بتاع الفول على باي دي تي، هيساوي حسب ضرب المولكولار ويت بتاع الفول اللي هو يعني 12 اكس زائد واي، او تدخل الجدول الفول ده في المولكولار ويت بتاعه رقم. تمام. في بقى الداله دي اللي هو سالب رقم اكسبوننشال، في سالب رقم على الدي، في تركيز على الدي. ماشي يا شباب؟ تعالوا نشوف هنحسب الكلام ده ازاي. التي دي انهي درجه حراره؟ مش قلنا عندنا درجتين حراره؟ تي امبرنت وتي بريك وتي برن، صح ولا ايه؟ التي دي انهي واحده فيهم؟ برن. برن قد ما انتهى. اشمعنى؟ لان هو ده اللي تركيزه هيتغير، يعني هو ده هو ده الرياكشن ريت اثناء التفاعل. معدل نقصانه اثناء التفاعل. فالتفاعل بيحصل عند درجه حراره كام؟ في تضارب، في تضارب في الحراره، مش عند درجه حراره معينه. هو بدا بتي امبرنت وراح لتي برنت، وبينهم درجه حراره عماله تزيد بالتدريج كده. فالتي دي مش هتبقى واحده منهم. الافرج بس قالك حاجه انا في الكتاب ده، حاجه مقترحه في الكتاب ممكن يكون مرجع تاني اعملها بشكل تاني. قالك ان هنقسم المنطقه اللي هي بتاعت الفليم دي لمنطقتين، او عمليه الاحتراق قسمها لمرحلتين. اول مرحله اللي هي من التي امبرنت للمتوسط، يعني بيحصل شويه تفاعلات قليلين كده، هما بدايه التفاعل الانيشيشن بتاع التفاعل اللي هو يدوب بس ايه هيدخلني في البرانشنج اللي هو بيحصل في النص الثاني اللي هو بيحصل فيه معظم التفاعل، اللي معدل التفاعل ده بيبقى معظمه في النص الثاني. اذا التي اللي انا هاخدها هي التي المتوسطه في النص الثاني، اللي هي التي بتساوي المتوسط بتاع المتوسط مع التيبر. متوسط المتوسط مع التيبر. طب المتوسط اصلا بيساوي ايه؟ تمام كده يا شباب؟ التي اللي هي بتساوي الكلام الغريب ده ما بستخدمهاش بس الا في حساب الام دوت تريبل داش بس. خلصنا وهنروح نحسب حاجات ثانيه، انسى دي خالص. نقولها ثاني عشان برضو الناس بتتلخبط في درجه الحراره. درجه الحراره دي مش هستخدمها بس الا في حساب ما يخص الام دوت تريبل داش. اللي هي عوض بيها هنا واحسب بيها حاجه في التركيزات دي دلوقتي، هنشوف هنحسبها ازاي. يا شباب خلصت القصه دي ورحت احسب حاجات ثانيه، انسى دي خالص. ماشي؟ بس خلي بالك الحته دي. طيب ده بالنسبه للتي. التركيزات بقى نعمل ايه فيها التركيزات دي؟ هو التركيز اصلا بيساوي ايه؟ ليه تعريفات كتير. التركيز اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو كام كيلو مول لكل متر مكعب؟ كيلو مول لكل متر مكعب. ايه؟ حد يقول حاجه كم؟ ان على في، على في ان على في دي ان وفي موجودين في معادله مشهوره كده. في في سو ان ار ريفرسال في تي. يبقى الان على في اللي هي الكونسنتريشن بتاع المكون هيساوي العلاقه دي بي على ار ريفرسال في تي. طب بي على ار ريفرسال في تي شبه حاجه كده مشهوره قوي الرو، بس الرو فيها حاجه مختلفه. هي بي على المتر ويت كده، المقام يطلع بس يبقى المتر ويت في الكلام ده يدينا الرو، صح؟ تمام كده. طيب ما ممكن اقول الكلام ده بيساوي الرو على المتر ويت. يبقى التركيز اي مكون اه بيساوي الكثافه بتاعته على المتر ويت بتاعه كده، او كثافه اي مكون سواء حسب ضرب تركيزه في المتر ويت بتاعه. طيب الرو دي برضه عايزين نشيلها ونعمل مكانها حاجه. الواي بتاع اي مكون بيساوي ايه المفروض؟ بشكل عام ام بتاعه على ام من الشرق. طب هنعمل فيها حاجه اسمها نقسم على الفي فوق وتحت. هقسم المكون اي على الفي بتاعه، واقسم الفي ميشر على الفي بتاعه، الام ميشر على الفي بتاعه. هو ايه الفرق بين الفوليوم بتاع المكون والفوليوم بتاع ميشر المكون ده فيه؟ سويين. برافو عليك. حد عنده اعتراض؟ لا انا كده بس عشان لو حد مش فاهم او مكسوف يسال. الاوضه دي
فيها خليط من الاوتو والنيتو وحاجات ثانيه. حجم الهواء عباره عن حجم الاكسجين عباره عن حجم الاوضه برضه. خلي بالك من حاجه، الصلب الماده الصلبه ليها حجم ثابت، تحطه بقى تشقلبه تحطه في اي شكل هو نفس الحجم. الغاز ملوش حجم معين، بيملى بيشغل حيز الحجم الحيز اللي هو بيتحط فيه، تمام كده؟ فدلوقتي الهواء محطوط في الحيز ده فده الحجم بتاعه، الاكسجين محطوط في الحيز ده فده الحجم بتاعه، ليه مطلق الحريه يروح في اي مكان؟ وزياده الاكسجين ليها مطلق الحريه تروح في اي مكان، تمام كده يا شباب؟ مش الاكسجين اخد مكان واخد جزء من الحيز والنيتروجين اخد جزء ثاني وهكذا، لا هو الحجم كله بتاعه، تمام؟ فالفي فوق وتحت هي يعني ما عملناش حاجه. اما على في بقى بتساوي ايه يا شباب؟ اذا الرو بتاعي مكون بتساوي حسب ضرب الواي بتاعه الماس فريكشن بتاعه في الرو مش اقدر اشيل بقى الرو اي دي واحط مكانها ايه حسب ضرب واي اي الرو ميكشر كده. طيب ده اللي احنا هنعمله، هنشيل التركيز بتاع اي حاجه ونحط حسب ضرب الواي بتاع الواي بتاع الرو ميكشر اعمله الرو بتاعه. طب نشيل التركيز بتاع الفول ونحط الواي بتاع الفول سي 3 اتش 8 على المولكيولر ويت بتاع الفول اللي هو سي 3 اتش 8 الكل اس 1/10. نسيت حاجه؟ الرو ميكس اطلعها بره كده، الرو ميكس شغال اس 1/10 كام؟ تركيز الاوتو واشيله واحطه مكانه الواي بتاع الاوتو في على المولكيولر ويت بتاع الاوتو اس 1/65 في ايه؟ الرو ميكس اطلعها بره هي نفس الرو ميكس شغال بالاس بتاع اللي هو ده يتضاف على الاس ده يبقى بنجمع الاسين. اللي انت بتعمله في الامتحان انسى كده خالص، ما بتعملش الكلام ده خالص. بيجي لك المعادله دي لو جات لك المساله دي يعني بتحط تحتها نفس المعادله بس مضروبه في الميكرو ويت. تيجي هنا بقى تشيل التركيز بتاع الفول وتحط الواي بتاعه والميكرو ويت بتاعه. تشيل التركيز بتاع الاكسجين وتحط الواي بتاعه والميكرو ويت بتاعه. اضرب بره في الرو بتاع ميشر بس هنسميها الرو افريج. لان احنا بنحسب الافرج، تمام كده؟ هنسميها الرو افرج ونحط الاس بتاعها يبقى مجموع السن دول. ولو في اس من الاثنين سالب عادي يعني موجب ناقص الرقم عادي، يجمعهم باشاره يبقى موجب يبقى سالب زي ما يبقى، تمام كده يا شباب؟ طيب نفس الكلام برضه الواي دي هتبقى الواي افرج ودي الواي افرج. هنحسب الافرج مش عند نقطه معينه وعند حاله معينه. طب كده احنا محتاجين نحسب ايه؟ تعالى نشوف سالب رقم نقطة الاستمرارية سالب رقم التي بقى التي دي اللي يعني ايه يا شباب؟ التي اللي هي الدايرة المتوسط متوسط مع التي برج. هنا التركيز وتركيز ميكرو ويت وميكرو ويت طبعا الميكرو ويت احنا عارفين التركيز والتركيز. التركيز والتركيز هيجيبهم منين؟ معادلة من المعادلة لازم اكتب المعادلة. طب تعالى نشوف واحدة واحدة كده هنحسب الحسابات بتاعتنا ازاي. هو لو سمحت المعادلة دي ما ينفعش تطلع بالسالب طبعا تطلع يعني سالب او موجب لازم يطلع سالب اشاره واحده صح؟ اصل شفت مثلا فيديو كان عمل اكسبوننشال حاطط دي بالنيجا دي ناقص دي امبير حاطط ايه؟ كان عامل حاجه في اكسبوننشال دي ناقص يعني جول اكسبوننشال حاجه ثانيه دي ناقص حاجه مش دي ناقص حاجه؟ اه مش حاجه على دي؟ لا غريبة تبقى حالة تانية بس لا دي حاجة جاية من معين أصلا دي مفهوم قارب السدود فقارب السدود ده التي في المقام ده مش فوق مش تي ناقص حاجة غريبة دي مش شفتهاش قبل كده ممكن يكون حالة تانية أو حاجة بس أنا ما شفتهاش قبل كده. كمل أولا الرو الرو بتساوي يا شباب؟ لا أنا ناسي فكروني التي دي ان هي متوسط متوسط مع التي برج اي دي هنا انت بتحسب الكلام ده اي دي هتحتاجها هنا متوسط المتوسط مع التي برج ما تحتاجهاش غير مرتين مره في التعويض هنا ومره في حساب الوقت ماشي شباب غير كده ما بستخدمش التي الغريبه دي خالص ماشي شباب طيب البي لو ما تدوليش باخد واحد اتموسفير اللي هو 101 و 325 كيلو باسكال لما احط دي ب 8 و 314 لو ما تدوليش لو تدولي بقى تظبطها التي دي اللي هو انا عليه متوسط متوسط مع التي بندل الاولترا ويت ده المفروض يبقى بتعمل
الافرج بتاع الخليط كده هنا وهنا في حاجه زي مثلا بس بالتبسيط ايه اصلا مساله مش ناقصه مساله طويله والتبسيط بناخدها بتاع الايه 29 معنى كده ان الكثافه دي كثافه الايه عند درجه الحراره تي والضغط بي في جدول اصلا في الاخر خصائص الايه عند الضغط الجوي وعند اي درجه حراره تقدر تجيب الكثافه فلو الضغط ضغط جوي الرو افرج تقدر تجيبها من الجدول عند درجه حراره تي على طول الرقم انما لو مختلف عن الضغط الجوي لازم تستخدم القانون او لما تجيب القيمه من الجدول تضرب في قيمه الضغط او نسبه الضغط يعني فهمت يا شباب طيب الواي بقى الواي قلنا هنحسب الواي افرج افرج بين ايه بين متفاعلات ونواتج تمام قال دلوقتي عايز احسب الواي افرج بتاع الفول افرج ده لما يكون المتفاعلات فيها فول والنواتج فيها فول هل ده ممكن ممكن هو ما بنتناش قبل كده ومش شائع عن حاجه زي كده المفروض ان بعمل احتلال الوقود والوقود يخلص بس وارد يجي يقول لك في شويه وقود ما اتحرقوش وخرجوا مع النواتج فيبقى في واي للوقود في المتفاعلات وفي واي للوقود في النواتج ما جاتش قبل كده بس وارد من كده الواي افرج هتساوي ايه بقى الواي بتاع الوقود في المتفاعلات زائد الواي بتاع الوقود في النواتج على 2 طيب الواي افرج بتاع الوقود الواي بتاع الوقود في المتفاعلات زائد الواي بتاع الوقود في النواتج على 2 هل ممكن يكون في وقود في النواتج ممكن جدا وفي اكس سي كده او في حالات ثانيه كمان لما يبقى في لو هو مش اكس سي بس مش كومبليت كومبس فعادي جدا يبقى في وقود في النواتج خلي بالك من الحته دي فلما تيجي تحسب النسبه الواي لازم تحسبها في المتفاعلات وتشوفها في النواتج برضه المساله دي هو قال لي عندي ستايكومتريك تفاعل او الخليط ستايكومتريك مش في الحاله دي البروبين اللي هو سي 3 اتش 8 هيتحرق مع قد ايه او 2 زي 376 كيلو مول قد ايه يا شباب بس خلاص يعني انت عارف خلاص هنا بقى الثلاثة تبقى 3 سي او 2 زائد 8 تبقى 4 اتش او زائد رقم في الام 2 انا عايز الواي بتاع الفول والواي بتاع الاوتو هل النواتج فيها فول او اوتو في الحاله دي مش لازم تكتبها اصلا انا بكتب النواتج لو عندي اوتو في النواتج او فول في النواتج اوكي يا شباب طيب نعم ف في المساله دي اكتب بس المتفاعلات عامله ازاي ليه عشان احسب منها الواي بتاع الفول اللي هو سي 3 اتش 8 هيساوي ايه الواي بيساوي ايه اصلا الايم بتاع الحاجه على ايمتر الايم بتاع الحاجه اللي هو دي عدد المولات واحد في النيوتر ويد اللي ممكن تجيبه من جدول او تحسبه 3 في 12 زائد 8 على الايم بتاع الميكشر يساوي ايه بقى؟ ده اللي هو 3 في 12 زائد 8 ده بتاع الفول واحد زائد في كذا في طريقتين الطريقه الاولانيه 5 في 32 زائد 5 في 376 في 28 او 5 في 29 على طول في 4 و 76 في ناس كتير بتنسى الحتتين 5 في 29 ده الركن بتاع الاير الخمسه دي عدد مولات مين؟ الاوتو بس انما عدد مولات الاير الاسيمتريكال او الاي اللي هنا هي كانت في 4 و 76 للضمان بس اللي يعني اللي بيقلل من نفسه ان هو يغلط او كده 5 في 32 زائد 76 في 28 وممكن ينسى برضه يضرب في 5 فده قدام معايا ده صح وده صح ده صح وده صح يطلع الواي بتاع الشغل طب الواي بتاع الروت هحسبه ازاي؟ بدرجتين جميل ده اللي هو الضريبه العاديه 5 في 32 اللي هي الام بتاع الروت في النواتج على نفس الكلام رقم حطه يعني مش لازم بقى ايه تكتب نفس التفصيله دي في طريقه ثانيه حد ناسي القانون ده عوض بالاكس طلع بالريت فوليشو خلي بالك من حاجه لو دخلت جدول الفول ده هتلاقي قيمه الريت فوليشو ستيكومتر ممكن تجيبها من الجدول وتعوض بيها عادي مفيش مشكله بس لو انت غلطت في الحل او حاجه فهدور لك بقى حاجات نحط لك عليها درجه لو انت كاتب الخطا دي تاخد عليها درجه مش كاتبها ما تاخدش الدرجه عليها كده فالافضل يا سنه مش محتاجه حاجه احسبها وابقى شوف في الجدول قيمتها كام وقارن القيمه اللي انت حسبتها بالقيمه اللي موجوده في الجدول اوكي يا شباب طيب كده حسبنا النيو اللي هي تمام مش مشكله الالفا بقى بتساوي ايه الفا بتساوي كي على رو انفيرنت في سي دي ولا سيف على الفتره يعني رو انفيرنت الرو انفيرنت دي محسوبه عند درجه حراره كام الكي والسي بي بقى محسوبين عند التي افريج اللي هي بتساوي تي امبرنت زائد تي بي على 2 ازاي الكلام ده؟ هي اصلا احنا مش عندنا الفا وعوضنا عنها بكده لا احنا كان عندنا رو امبرنت عند تي امبرنت وكان عندنا كي وسي بي افريج عند تي افريج لما قسمناهم على بعض
الاسم دي هي الالفا، بس الالفا دي مش عند درجه حراره معينه، لا الكي والسي بي دول عند تي افريج، والرو امبير دي عند درجه ثانيه عند تي امبير. اوكي يا شباب، بس خلينا الحته دي. لما تدخل الجدول تجيب القيم، خد معاك كتاب. لما تدخل الجدول تجيب القيم بتاعت الكي والسي بي او الرو امبير، ده مش بيستخدم القانون تيبل سي. تيبل سي خصائص الهواء عند الواحد اتموسفير. التي درجات حراره مختلفه ايه؟ اول حاجه اديك الرو، الرو دي عند الواحد اتموسفير. السي بي اللي هنستخدمها ميو واليو مش هنستخدمها، الكي هنستخدمها، وبعدين الالفا مش اللي احنا هنحسبها. الالفا موجوده اهي، في ناس اساسا تدخل تجيب الالفا عند درجه حراره ايا كان بقى، في كل الاحوال غلط، ايا كان درجه حراره تدخل تجيب بقى الالفا غلط. الالفا لازم تتحسب بالقانون ده. تجيب الكي والسي بي من الجدول عند تي افريج، وتجيب الرو امبرد عند تي امبرد. بالاير. ها؟ بالاير. ايه؟ بالاير بالاير. بالاير. انا والله ما اسمعش. ولا اسمع ما استوضحتش الكلمة كده. خلاص بقى يا شباب. امال الالفا اللي محطوطة دي بتاعها يعني عند درجة الحرارة اللي في الجدول دي. تاني كده معلش السؤال. يعني في الفا اصلا في الجدول عند الدرجة الافرج دي ولا؟ الالفا دي عند درجة معينة، لما تكون الكي والرو والسي بي عند نفس درجة الحرارة في نفس الديك الالفا. يعني لو جبت عند درجة حرارة وجبت مثلا قيمة الكي على قيمة الرو على قيمة السي بي، هيطلع لك نفس قيمة الالفا اللي موجودة معاهم في نفس الصف. اه طبعا. كده؟ طيب. مين؟ التي بي دي؟ التي بلوك، اعمل بلوك كده، اعمل بلوك لحد التي بيرمت ده امبرمت والتي بيرمت. يا شباب يا شباب، الملاحظه اللي يعني ناس كتير هتقع فيها، كنت السي بي موجوده في الجدول، هناخد اي قيمه السي بي مثلا 1.4 مثلا. الوحده بتاعت السي بي اللي مكتوبه في الجدول كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. ها؟ الكي، الكي هي مناظرة للقيمة دي 43.10. بس تدخل تجيب القيم من الجدول وتحط وخلاص. لا ركز في حاجة، الكي محطوطة في الجدول كده فوق كده، مثلا مكتوب كي نقطة 10.3 وات لكل متر كلفن. اللي هو اضربه 10^3. جميل، يبقى الرقم اللي هجيبه للكي لازم اضربه فيه. لسه الموضوع ما خلصش كده. دي وات اللي هي جول عسل، ودي كيلو جول. يبقى اما دي بتبقى بالكيلو جول، يا اما دي بتبقى بالجول. يعني اما ده اضربها فيه 10^3، يا اما اضرب دي في 10^3 تاني يبقى 10^6. كده؟ فعود نفسك كده، ادخل الجدول هات كنت الكي اضربها في 10^3، الكم اللي موجود في الجدول اضربها في 10^3، السي بي اضربها في 10^3 وعوض. ماشي يا شباب؟ ماشي. الناس كتير بتلخبط في الحته دي، معناها سهله مش فاهم حاجه. حسبنا بقى الالفا، هنعوض يطلع الاس ال برقم، الالفا معانا على الاس ال طلع الدلتا برقم. كده حسبنا الفليم ده من الفليم سبيد والفليم سيكس. مسألة فيها أي مشكلة؟ بيخلص انت السكشن ده؟ خلص؟ لسه لا 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 عايز يمشي يمشي. السكشن لسه ما خلصش. اللي عايز اتفضل اتفضل سريعا بس من غير صوت. لا مش بس ماشي، بس لازم نشرح حاجه الاول. دلوقتي احنا عندنا لما في موجود اللي هي الاس ال قانون، مش هكتبه تاني، الاس ال قانون خلاص. الدلتا بتساوي 2 الفا على الاس ال. عندنا حاجه اسمها كوينشنج ديستانس بتساوي
الجهاز اللي فيه في الالفا على الاس ال تقريبا بص تقريبا مش فاكر بالظبط ايه. وعندنا حاجه اسمها اركليتيكال بتساوي جهاز 6 في الالفا على الاس ال. الناس اللي جاوا ورا الكلام ده كده في الكتاب. وعندنا حاجه اسمها مينيمال ريجنيشن بتساوي قانون كده مش هبس يعني. يبقى الاس ال القانون الدلتا حاجه على الاس ال السيكوينشال ديستانس رقم في الالفا على الاس ال. مبدئيا كده عشان ما انساش ان مثلا البي ده كوريكشن فاكتور باخده ب 3 لو ما قالش برضه الناس بتغلط بقى. ال 3 دي للبي مش لجذر البي. يبقى جذر البي ده جذر 3 البي ب 3 مش جذر البي ب 3 كده يا شباب. لو ما قالش الكوريكشن فاكتور اللي هو البي في الالفا اللي احنا عارفينها على الاس ال جذر الجتا في الالفا على الاس ال. بس تبص كده في حاجه في القانون دي المينيمال ديشن انرجي داله كده موجوده عندك مش فاكر دول الحبس يا شباب. واحده واحده كده نتكلم على الكوينشنج ديستانس. الكوينشنج ديستانس هي بعد الاطفاء او قطر الاطفاء حسب احنا بنتكلم على سلوت ولا برنر سيركولار برنر. دلوقتي هنتكلم عشان الموضوع يبقى اوضح اكتر على موضوع السلوت. لو عندي سلوت برنر الحرق دوت الخارج الغازات خارجه من السلوت يعني من شق كده في شق كده خارج منه الغازات في عندي سير النار كده تمام. السلوت ده هنقول اتنين بليت قصاد بعض خارج بينهم الغاز خارج ماشي بينهم كده بسرعه مين خارج بسرعه مين. والفليم اللهب اللي انت شايفه اللي هو اللهب اللي على البوتاجاز مثلا اللهب اللي على البوتاجاز ده ليه سرعه ولا ملوش بس احنا بنشوفه ايه بنشوفه واقف في مكانه واقف في مكانه بالنسبه لي. بس هو بيتحرك بسرعه ازاي بيتحرك بسرعه مش الغازات دي خارجه بسرعه تمام كده. لو هو واقف مالوش سرعه كان يمشي معاه صح ولا ايه. انما هو ليه سرعه بتقابل السرعه دي فبيوقف عند نقطه ما. لو السرعتين بيساووا بعض يوقف على الفوهه تمام تمام كده. لو زودت السرعه لو زودت السرعه بتاعه الغازات اللي خارجه عن سرعه الاس ال اللي احنا بنحسبها دي اللهب بيطلع لفوق شويه يحصل حاجه اسمها ليفت اوف. وكل ما زود سرعه الفلو اللي خارج كل ما الليفت اوف ده ايه يزيد. زي ما كان بيسأل في الاول ساعات بيبقى في لهب كده وفي مسافه فاضيه بين اللهب والايه والفوهه الحرق البرن. المسافه الفاضيه دي جايه منين؟ من الغازات اللي خارجه سرعتها اكبر من قيمه الاس ال تمام كده. طيب العكس بقى ده حاجه اسمها ليفت اوف. العكس بقى لو السرعه قلت كل ما السرعه تقل الليفت اوف ايه لحد ما يوصل يساوي يوصل عند الفوهه تمام. لو السرعه بتاعت الغازات اللي خارجه قلت عن الاس ال مش هيحصل. لا بيعمل ايه؟ يدخل لجوه. عايز يدخل لجوه تمام كده. حاجه اسمها فلاش باك. يبقى انا يا اما يحصل ليفت اوف يا اما يحصل فلاش باك. امتى يحصل ليفت اوف؟ لما سرعه الغازات اللي خارجه اكبر من سرعه اللهب اللي هي الاس ال. امتى يحصل فلاش باك؟ لما سرعه اللهب تبقى اكبر من سرعه الغازات تمام كده. طيب لما يحصل فلاش باك ممكن يحصل كوينشنج. كوينشنج اللي هو انطفاء يعني او لا او اكسبلوجن. ايه امتى يحصل كوينشنج؟ لو المسافه بين الاثنين بليت دول اقل من الكوينشنج ديستانس او لو هو سيركلر لو الدايمتر اقل من الكوينشنج دايمتر هيحصل كوينشنج اللي النار تطفى لوحدها. لو المسافه اكبر من الكوينشنج ديستانس هيحصل فلاش باك ممكن يحصل اكسبلوجن اللهب مش هيطفى لوحده تمام كده. طيب واحده واحده كده نفهمها وخد المفهوم ده حطه في ذهنك طول ما انت شغال في موضوع اللهب ده. الوقت ايه اللي بيخلي اللهب يبقى سستينبل؟ يعني ايه سستينبل؟ معتمد على نفسه ان هو يكمل لوحده. انا دلوقتي لو عندي تخيل الاوضه دي فيها خليط مستعد للاشتعال ولا اتكون شويه لهب اللهب ده يعمل ايه؟ هينتشر. لو انتشر وكمل حرق بيت المكان ده يبقى سستينبل فليم مكمل مع نفسه. ايه اللي بيخليه يكمل؟ شويه اللهب دول ولدوا حراره فالحراره دي سخنت شويه الخليط اللي جنبه وصلته من امبرين تبرد ولعته. ده ولد حراره ادى حراره اللي جنبه سخنه وهكذا تمام كده. طيب لو الاحتراق ولدت لهب اهو ولدت لهب فالحراره اللي نتجت منه غير كافيه لتسخين شويه الغاز اللي جنبه الى درجه حراره الاشتعال ان هو يولع. هيحصل ايه؟ مش اللي جنبه مش هيولع وده هيخلص فهيطف يحصل كوينش تمام كده. وده اللي بيحصل لما احط ميه او ارش ميه على النار يعني الميه بتطفي النار ليه؟ يعني هي بتسحب حراره الاحتراق. الميه اللي هي السائل الميه لما ارش ميه سائل على 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 النار
المايه دي بتسحب حراره كتير الهيت كباس بتاعتها عاليه جدا بتسحب حراره كبيره لنفس فرق درجه الحراره كده فبتسحب حراره عاليه جدا الحراره اللي هي سحبتها دي سحبت حراره الاحتراق فازاي هيكمل يعني بقيه الخليط هيولع منين خلاص المايه خدت الحراره يعني كده فتوقف النار طب خلي بالك برده في بعض الاوقات المايه ما بتطفيش الا اشهر حاجه مش اي احتراق اي قطعه كربون فيه بخار ميه او فيه اتش 2 او في النواتج ممكن ميته كبيره على فكره ليه بخار الميه ده ما بيطفيش النار ليه الاتش 2 او اللي خارج في النواتج الاحتراق ما بيطفيش مش كافي مش كافي لا الاتش 2 او ما هوش بعبع للنار او ما النار تشوفه تطفى لا وبيطفي بخاصيه اللي هي ايه ان هو هيسحب الحراره طب هيسحبها ليه عشان يتبخر احس ان الحراره بخاريه انما لو جبت اتش 2 او غاز شويه اتش 2 او غاز وحطيتهم في النار كده مش اي حاجه ليه لان الحراره اللي هي اللي هم يسحبوها مش هتسحب كل حرارات الاحتراق هيبقى شويه حرارات تقدر تكمل بقيه الاحتراق وصل الفكره ولا ايه حسب الدول نفسها مثلا نقطة تانية في بقى نوع تاني في حاجة تانية بقى ان انا ارش ميه ساقعة واللهب بيزيد دي حالات بقى اللي هو لما يكون عندي زيوت لما يكون عندي زيت نار في زيت كسفته وارمي ارش ميه النار تزيد ليه؟ هي الميه بتعمل نفس التأثير هي عايزة تطفي ازاي؟ ان هي بتسحب حرارة وتتبخر بس مشكلة ان هي بتعمل بقى ايه مشكلة وهي بتتبخر كده ان هي وهي بتتبخر بيحصل فلاشنج خلينا موضوع الفلاشنج تعرضت لدرجة حرارة اكبر من درجة الساتوريشن فتتبخر مرة واحدة وهي بتتبخر مرة واحدة كده بخر مع الزيت تاخد معاها جزيئات الزيت وتبحترها كده او تدور فجزيئات الزيت لما تتبخر كده وتنتشر في المكان في الجو فتتخلط بالهواء تلقط نار تولع اكتر وصل الفكره جرب كده لما يكون عندك بره بقول لك ناس لا مش جرب تولع في ناس جرب كده مثلا عندك الحرائق اللي في الميه عادي اللي في اي بحر برضه تصب فيها زيت الزيت بيغلي شوف شباب فيها ميه عارف لو بطاطس ناشفه خالص مش فيها ميه وجيت عشان كده مهما عملت مش هيحصل اي حاجه النار اللي بتنتج دي لازم يكون الحاجه اللي انت بتحطها مبلوله فيها ميه فالميه دي تتبخر تاخد معاها زيت فالزيت يلقط نار فيعمل اللهب اللي انت بتشوفه الوهج اللي انت بتشوفه وصل الفكره ولا ايه تمام كده يا شباب طيب الفكره الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها خلاص بس اللي هو في السرعه بتاعت الغاز لما هنطلع على اللي بعد كده مثلا لما اللهب ترفع مسافه معينه سبب بعد كده والانفاق السرعه في الغرزه دي لحد ما النهايه مثلا لا ما احنا هنقول الوقت هنقول عليها الوقت هنحل عليها مساله كمان انت بتقول عليها الموضوع طول قوي كده خلاص ما عادش حد يقطعني بالله عليك نكمل اللي احنا عايزين نقوله سريعا كده الموضوع جميل جدا ومهم جدا ويعني له علاقه بالواقع شويه عشان كده ساحبين فيه فاستحملوا شويه معلش قول لي اللي هي مخصيت انتشار اللهب اللي هو اللهب يبقى سستينبل اللي هو يولع لوحده يكمل اشتعال لوحده اللي هو بيعمل بيحصل حاجتين في نفس الوقت اثناء عمليه الاحتراق بيتولد حراره وتتسرب حراره يتولد حراره نتيجه الاحتراق والحراره في جزء من الحراره يروح للحاجه ايا كانت الحاجه دي الميه اللي بتطفي الغاز اللي جنبه الخليط اللي جنبه فيولع ايا كان بقى الحاجه دي تمام كده لو الحراره اللي انا باخدها من شويه الحاجات من اللهب اكبر من معدل توليد الحراره اللهب يحصل ايه بيطفي انما لو الحراره اللي باخدها اقل من المعدل اللي هو بيولد بيه فالحراره اللي تتبقى تقدر تولع الباقي فيبقى سستينبل فيه وصل الفكره دي طيب دلوقتي لما يكون عندي لهب خليط خارج كده وفي نار جوه بره اهي وقلنا عندنا سلوت دوت فلما يحصل ايه موضوع الفلاش باك يحصل امتى لما الغازات سرعتها تقل عن الاس ال فاللهب بيدخل جوه اللهب هو داخل في لهب دلوقتي في المنطقه دي تمام كده اللهب اللي جوه ده شويه غازات اتحرقوا ولدوا حراره صح فرق درجات الحراره اللي على البليه هنا تي بيرنت وهنا تي امبر تقريبا تمام كده هيعمل ايه كوندكشن في لوسز في حراره لوسز اهو تمام لو كميه الحراره المتولده اقل من معدل اللوسز اللي يحصل اللي بيطفي لوحده ما يبقاش سستينبل مش هيلاقي حراره يكمل بيه تمام كده انما لو الحراره المتولده كتيره بحيث ان الشويه اللي بيروحوا دول مش بيخلصوا الحراره بيفضل بقى شويه حراره يكملوا الاحتراق هيحصل فلاش باك ممكن يحصل اكسبلوجن تمام كده يحصل اكسبلوجن ليه انا وقت النار في الهواء بتطلع الحراره بتسرب الحراره للهواء الهواء ده يعتبر خزان للنهائي مهما تجمع فيه حراره درجه حرارته ثابته ما تغيرش انما انت لما تعمل الاحتراق جوه حي ثابت ومغلق
الحراره دي بتتكتم يعني بتولد ضغط ودرجه حراره عاليه ممكن يعمل اكسبلوجن من الحاجه دي يعني كده يا شباب. طيب فاحنا دلوقتي لما اجي اصمم اي حاجه اي برنر لازم اعمل حسابي ان الديستانس الويدث الدايمتر يكون اقل من حاجه اسمها كونشن ديستانس دي يعني كده. ليه هو ايه الفكره امتى يبقى لما يبقى اقل او اكبر يحصل كونشن امتى؟ ركز معايا كده. انا دلوقتي احنا بنتكلم على الاسطوط ده ليه البليت الاثنين بليت دول هيحصل انتقال حراره عبره. انتقال الحراره ده بيعتمد على ايه؟ المساحه فرق درجات الحراره الكي اللي هو نوع الماده انا بتكلم على ماده معينه بكي معين فرق درجات الحراره اللي هو تي في امبير هي هيها المساحه هي هي فاللوسز هي هي. كل ما زود المسافه بين الاثنين كميه الغاز اللي موجوده بينهم تبقى ايه اكتر فلما يتحرق ويديني كميه حراره اكبر لنفس اللوسز هيبقى كميه حراره اكبر فتولع كده. انما لو قللت المسافه عن الكونشن ديستانس عن كده كميه الهواء كميه الخليط اللي موجوده قليله فالحراره الناتجه هتبقى قليله اقل من الحراره اللي هتتم بالتسريب في الحراره كلها تتسرب او تتسرب معظمها فالحراره تتبقى ما تكفيش ان هي تعمل تكمل لها ما يبقاش سستنب فريق لوحده اللي هو الكوينشن بيحصل لوحده عن كده. وبيبقى ليه صوت مميز كده اللي هو صوت مكتوم كده ممكن يبقى واضح قوي عندك في البوتاجاز في الفرن بالذات مش العين ممكن العين اول لو انت طفيت مره واحده مره واحده كده بيبقى عايز يدخل فيحصل له كوينشن فتسمع الصوت ده بس بيبقى اوضح قوي في الفرن. جرب كده شغل الفرن على نفس حاجه وقفله مره واحده يحصل فلاش باك دوت هو ده محلوله اصلا مو عشان حصل بوم كده بوم صغير مكتومه كده هي كده محلوله. المشكله بقى اللي عايز حل لو حصل بوم ثانيه لا هو بيحصل ان هو بيطفى في مكان مغلق فبيعمل انا ما حصل معايا في الفرن كده فعايز ملهاش حل هو كده وكده تمام زي الفل لا كده حلو مفيش مشكله لا عادي ما تقلقش كده عادي ما تقلقش صوت يا شباب يبقى احنا عندنا حاجتين الوقت يا اما ليفت اوف يا اما فلاش باك. يحصل ليفت اوف امتى؟ لما سرعه الغازات الخارجه تبقى اكبر من سرعه الفريم فيحصل ليفت اوف وبتزيد مسافه الليفت اوف مع زياده سرعه او زياده الفرق في السرعه تمام كده. يحصل فلاش باك امتى؟ لما سرعه الغازات اللي خارجه تبقى اقل من الاس ال يحصل فلاش باك. طب يحصل كونشنج امتى؟ لما يحصل فلاش باك يحصل كونشنج امتى؟ لما المسافه بين الاثنين تبقى اقل من الكونشنج ديستنس. لو المسافه اكبر الفلاش باك ده هيكمل وممكن يحصل اكسبلوجن تمام كده يا شباب. اديني واضحه كده لا بقوله ده ممكن يجي صح وغلط ممكن يجي في مسائل يجي في مسائل ازاي صح وغلط اللي انا قلته النظري ده فاهمه يخليك تجاوب اي سؤال ممكن تسال فيه بشكل نظري. مسائل ازاي الفلاش باك ممكن يجيب لك مساله يقول لك عندي برنر والويتس بتاعه قد كذا المسافه بتاعته او الديمتر بتاعه قد كذا ويقول لك سرعه او يقول لك الام ضد قد كذا المسافه بريد بتاع الغازات اللي خارجه قد كذا تمام ويقول لك قول لي هيحصل فلاش باك ولا لا هيحصل ليفت اوف ولا لا هيحصل كوينشنج ولا لا ممكن يسالك السؤال باي شكل كده تعمل ايه انت عايز تقارن ايه بايه ليفت اوف بالفلاش باك هقارن سرعتين سرعه الخليط اللي خارج بسرعه الاس ال يبقى لازم تحسب الاس ال وتحسب ايه كمان سرعه الغازات اللي خارجه هو مديك الفلوريد اقسم على ايه على الكثافه على الايه يديني السرعه اقارن السرعه دي بالسرعه دي تمام كده. لو السرعه اللي خارجه اكبر من الاس ال يحصل ليفت اوف لو السرعه اقل من الاس ال هيحصل فلاش باك. طيب يحصل كونشنج امتى وما يحصلش امتى تقارن ايه بايه الويدث او الدايمتر بالكونشنج ديستانس اللي هتحسبه من هنا احسب الكوينشنج ديستانس لو المسافه اللي هو مدهاني اقل من الكوينشنج ديستانس هيحصل كوينشنج لو المسافه اللي هو مدهاني اكبر من الكوينشنج ديستانس يحصل فلاش باك هكمل فلاش باك ممكن يحصل ممكن يظهر عندي مشكله الاكسبلوجن تمام كده يا شباب. طيب الليفت اوف عليها مساله الواز منا كان بيسال فيها دلوقتي انا دلوقتي عندي برنر خارج فيه فلوريد كده بسرعه ما غازات خارجه بسرعه وليكن 60 سنتيمتر على الثانيه دي مسألة جت في امتحان السنة اللي فاتت وعندي هنا اللهب اللي هيكون فوق هنا الـ SL بتاعته بتساوي 40 سنتيمتر على الثانية ده خارج بـ 60 وده بسرعته 40 هيحصل ايه في الوضع ده؟ ليفت اوف تمام كده؟ طيب يعني حصل ليفت اوف ما حلناش المشكلة لحد دلوقتي دلوقتي ده 60 أكبر من 40 ازاي يتقابلوا في نقطة ويبقى يعني ويقفوا عندها؟ مش المفروض طول ما دي 60 وده 40 تفضل تسوق دي لفوق الى ما لا نهايه زي ما زينا كان بيقول طول ما دي اكبر من دي هتفضل تبقى ايه اللي بيخليهم يوقفوا عند نقطه؟ قمه الهواء ايه؟ قمه الهواء لا اللهب ده بياخد وضع معين وضع اتزان كده بحيث يقف عند وضع معين والسرعات تتساوى عنده ايه الوضع ده؟
لا بياخد الشكل ده. ده شكل الله. ايه الشكل ده؟ شايف الكون ده؟ يقول لك احسب الكون انجل. هو في الامتحان يقول لك احسب الكون انجل. الكون انجل ايه؟ احنا هنشتغل على الهاف كون انجل اللي هي الله. خد الكلب ده بره كده كبره. دي اسمها الفا. اللي خارج ده خارج بسرعه 60. ال 40 فين بقى؟ ال 40 عامله ازاي؟ ال 40 اللي هي الاس ال لتحت كده اهو. سرعه اللهب. هو اللهب ده سطح اللهب. سرعه اللهب عامله كده ليه؟ الاس ال اللي هي ال 40. طب الدنيا ظبطت كده ولا لسه؟ اه ظبط. ما خلي بالك ال 60 دي طلعها فوق كده ده هي 60. دي الفا اهي. الاس ال بتساوي 60؟ لا بتساوي ايه بقى؟ بشكل عام الاس ال هتساوي ال في ساين الفا. وده وضع الاتزان الاوبي. الالفا دي مش بس دي الزاويه اللي بينها. اه صحيح. الالفا دي اللي هي الزاويه. احنا كان عندنا من شويه الفا اللي هي اسمها ديفيزيفيتي. حاجه ثانيه. لكن حد سماها سيتا سماها اي حاجه. تمام كده؟ فده الوضع اللي بياخده في حاله الليفت اوف لما يكون في فرق في السرعه ويثبت نفسه ويقف على الوضع ده. تمام كده يا شباب؟ بص الفكره في الحاله دي الالفا بتساوي ايه؟ ساين ماينس 1 اس ال على بي اللي هي 40 على 6. ماشي يا شباب؟ طيب اخيرا وليس اخيرا بس مش هنقول اخيرا هنقول اخيرا بس عشان بس الوقت مش سامح اكتر من كده. الفاكتورز افيتنج اون اي حاجه من دول لما يجي في السؤال مشهور جدا في الامتحان بيجي كتير يقول لك اذكر العوامل المؤثره على لامينار فلمز بيو او الفيلم سيكنس او كونشن ديستنس او الكريتيكال ريديس او المينيمم نيشن مش طبعا ما كلمناش على دول بس يعني نقول العوامل الاول بعدين نقول العوامل. لو بصيت على المعادلات دي هتلاقي فيها حاجه مميزه كده. هذا الاس ان العوامل المؤثره عليها في حاجه بتزودها وحاجه بتقللها. ماشي. الالفا الدلتا عكسي مع الاس ان دي عكس مع الاس ان عكس مع الاس ان. يبقى هم اربع حاجات. الاربع حاجات دول بيأثروا على الاس ان بشكل ما بيزودوا بيقلل عكس اللي هنقوله على الاس ان عكسه تمام مع بيت الحاجات. وصل الفكره ولا ايه؟ يبقى احنا مش هنحفظ بكل واحده عوامل بتأثر عليها. لا انت احفظ العوامل المؤثره على الاس ان واعكس اللي انت عارفه بالنسبه لاي حاجه. طبعا دول عباره عن ايه؟ تمبريتشر بريشر كوفالنس ريشيو فول تايم. اربع حاجات درجه الحراره والضغط والكوفالنس ريشيو ونوع الوقت. اولا درجه الحراره تاثير درجه الحراره على الاس ال. كل ما درجه الحراره تزيد كل ما الاس ال تبقى اكبر. ازاي؟ هو الوقت الخليط اللي انا بقولها في ده عمليه انتقال الحراره او عمليه انتشار اللهب بتتم ازاي؟ الميكانيزم اللي احنا قلنا عباره عن ايه؟ لهب ولا حراره يدي حراره اللي جنبه يسخنه يولع يدي حراره اللي جنبه وهكذا. ده انتشار اللهب. كل ما الخليط اللي انا هديله الحراره عشان يولع يكون سخن يكون درجه حرارته عاليه كل ما انتشار اللهب يكون اسرع. يبقى الاس ال بتعتمد بشكل كبير جدا على درجه الحراره. وده نفس الكلام برضه بينطبق على درجه حراره النواتج. يعني ايا كان درجه الحراره درجه المتفاعلات النواتج كل ما درجه الحراره تبقى اعلى من الحاله الثانيه الاس ال بتبقى اعلى والعكس مع الباقي. اوكي يا شباب؟ طيب يعني هو بيجي لك في الامتحان يقول لك اذكر العوامل على حاجه من دول. احنا بنتكلم على الاس ال واللي انا بقوله ده عكسه بالنسبه للباقي. ماشي يا شباب؟ تأثير الضغط كل ما الضغط يزيد الاس ال تقل. كل ما الضغط يزيد الاس ال تقل. علاقه عكسيه. ازاي؟ نفس الفكره اللي قلناها. كل ما الضغط يزيد ده معناه ان الجزيئات بتايه؟ مكدسه اكتر. تمام؟ دلوقتي لما دلوقتي اللي هتكون هيدي حراره اللي جنبه كل ما اللي جنبه ده ضغطه يبقى عالي يعني مكدس اكتر يعني كميه الماده فيه اكتر فمحتاج وقت اكتر عشان يسخن. صح ولا ايه؟ كل ما الضغط يقل كل ما كميه الماده اللي جنبه تبقى قليله فيسخنها اسرع فالاس ال يبقى اسرع. اوكي يا شباب؟ يبقى الاس ال علاقه عكسيه مع البي والباقي ده علاقه طرديه ما عدا المينيمم اجنيشن انرجي. ما عدا المينيمم اجنيشن انرجي بتتناسب عكسيا برضه مع الضغط. اوكي يا شباب؟ يبقى دي حاجه وحيده بس المينيمم اجنيشن انرجي بتتفق معاها مع الاس ال. يبقى الاس ال ده اربع عوامل بيأثروا عليها العكس مع كله في حاله خاصه بس المينيمم اجنيشن انرجي بتتناسب عكسيا مع الضغط زي الاس ال والباقي بيتناسب طرد معاه. ماشي يا شباب؟ درجه الحراره تناسب طرديه مع الاس ال بس عكسيه مع الضغط. ماشي يا شباب؟ طيب الحاجه الثالثه الكوفالنس ريشيو. الكوفالنس ريشيو عشان نتكلم على تاثيرها بنشوف علاقتها بدرجه الحراره. الفاي مع درجه الحراره اللي هي درجه النواتج او الاديابات درجه النواتج الارتفاع بتاخد الشكل ده. الماكسيمم التي ماكسيمم
الدفعات فاي يعني 1.5% 1.3% على حسب نوع الوحده ات سلايتلي ريتش ميكشر الدرجة الحرارة النووية بتبقى أقصى ما يمكن عند سلايتلي ريتش ميكشر لأنها بتبقى إيه فاي بتساوي واحد هنا هنا فاي أقل من واحد هنا فاي أكبر من واحد ده اللي ده الريتش يا شباب يبقى أقصى درجة حرارة بتكون إمتى عند سلايتلي ريتش ميكشر اللي هو الفاي 1.5% تقريبا تمام طيب معنى كده إن أقصى سرعة لهب بتكون إمتى سلايتلي ريتش ميكشر ومع زيادة الفاي الاس اللي بيحصل ايه بتقل تبع نقصان درجة الحرارة ومع نقصان الفاي الاس اللي بيحصل ايه بتقل برضه تبع نقصان درجة الحرارة ماشي يا شباب عكس اللي انا قلته ده مع كل ده ماشي يا شباب اخر حاجة الفيول تاير تأثير الفيول تاير على الحاجات دي في حاجتين كده تبع النقطتين تبع عارفهم النقطه الاولانيه ان الوقود الهيدروكربوني قسم لثلاث اقسام ليه طبعا تصنيفات كتير قسمنا نتكلم عليه في النقطه دي ممكن اسيبه الى بارافينات اللي هي المركبات ذات الروابط الاحاديه اوليفينات اللي هي مركبات ذات الروابط الثنائيه واستيلينات اللي هي المركبات ذات الروابط الثلاثيه اكبر سرعه لهب للاستيلينات اللي هي الروابط الثلاثيه وبعدها الاوليفينات واقل سرعه لهب للبارافين استيلين اولفين بارافين يعني كده يا شباب ترتيب ده نقطه ثانيه اقصى سرعه لهب للهيدروجين اقصى سرعه لهب للهيدروجين او سرعه لهب بتاع الهيدروجين اكبر من اي وقود هيدروكربون السبب سببين احفظوا السبب الاول ان السيرما ديفيزيفيتي والماس ديفيزيفيتي بتاعته بتاعه الهيدروجين اكبر بكتير من اي وقود هيدروكربون يبقى ها الشرعه الحراريه بتاعته الشرعه الحراريه بتاعته اكبر بكتير فاللهب بينتشر فيه بشكل اسرع بكتير من اي وقود هيدروكربون دي اول النقطه الثانيه النقطه الثانيه السبب في زياده سرعه اللهب في حاله الاتش 2 عن اي وقود هيدروكربون ان الميكانيزم بتاع احتراق الاتش 2 او 2 فاكرينه لا يحتوي على الخطوه بتاعه السي او زائد نص او 2 يديني سي او 2 ده اللي هو بتاع السي اوكسيديشن ميكانيزم الخطوه دي بطيئه جدا وصعبه جدا بتاخد وقت على ما تتبقى يعني كده مش سريعه زي الميكانيزم بتاع الاتش 2 او 2 فالميكانيزم اي احتراق اي وقود هيدروكربوني لازم يحتوي على 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 المرحله دي لازم يعدي بالمرحله دي والمرحله دي بتبطئ التفاعل فعشان كده اي وقود هيدروكربوني بيتبطئ او بيتفرمل شويه في الخطوه دي فبيكون الاتش 2 اسرع منه بكتير يا شباب لو تفتكروا في حاجه في السي اوكسيديشن حاجه اسمها الكي رياكشن الكي رياكشن ده بتاع ايه اللي هو بيظهر نتيجه وجود او بريزنس اوف اتش 2 او اتش 2 هو ده المسؤول الاساسي عن تكوين السي او 2 انما السي او زائد نص او 2 2 سي او 2 ده تفاعل بطيء وصعب فبيبطئ التفاعل بيبطئ الاس بيبطئ انتشار اللهب عشان كده الاتش 2 سرعه اللهب بتاعتها اكبر بكتير من اي وقود هيدروكربون اوكي يا شباب طيب سريعا عشان بس ما نبقاش فوتناها الار كريتيكال او المينيمم اكديشن انرجي احنا قلنا ان احنا عندنا عشان اولع في اي خليط او اي برميتيف فليمز يكون مخلوط مسبقا مستعد للاشتعال كلمه مستعد للاشتعال دي معناها ايه ان هو جوه الفلمابيليتي ليميت اللي هي الفاي مينيمم والفاي ماكسيمم فاكرينها اللي هي مثلا لو تاخد مثلا من نص ل 2.5 لو الفاي اقل من نص لو الفلمابيليتي ليميت بتاعه الوقود من نص ل 2.5 لو الفاي بتاعه الخلط نص وجيت تولع ايه اللي يحصل ولا اي حاجه لو الفاي اكبر من 2.5 ايه اللي يحصل ولا اي حاجه لازم تكون الفاي من نص ل 2.5 عشان يحصل فليم سستينبل فليم يا شباب طيب هل اي شراره هعملها في الخليط اللي هو مستعد للاشتعال اللي هو الفاي من الفاي ماكسيمم هيولع لا لازم تكون الطاقه اللي الشراره دي بتولدها او بتديها للخليط بقيمه اكبر من حاجه اسمها المينيمم اجنيشن انرجي بحيث تولع كوره من الغازات نص قطرها اسمه ار كريتيكال بكده او اكبر من كده لو كره من الغازات اقل من كده مش هتبقى كافيه ان هي تعمل سستينبل فليم يعني مش الحراره اللي هتتولد دي مش هتبقى كافيه ان هي تسخن اللي جنبها فيولع وهكذا وصل الفكره ولا ايه ده مفهوم المينيمم اجنيشن انرجي ومفهوم الار كريتيكال ومفهوم الفيرمابيليتي ليمتس في اي سؤال في الشابتر اي حاجه قلتها